طبعا كل المشاهدين متابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن حسام البدري المدير الفني مبارك لك كابتن حسام. قياده فنيه رائعه النهارده، التشكيل كان رائع النهارده، الاداء في تركيز كبير جدا، نجحنا الحمد لله ان احنا نتاهل هنا من برج العرب زي ما حضرتك قلت، واحنا بنسجل معاك في زامبيا. الحمد لله طبعا في البدايه بقول الحمد لله، ويمكن انا قلت في المؤتمر في بعض مباريات كتيره بنقعد نتكلم عن النواحي الفنيه. النهارده كان الاهم ان احنا نقول ان احنا تاهلنا، وبقول الحمد لله. وبشكر جماهير النادي الاهلي على حضورها النهارده، كان تعامل ايجابي، بشكرهم كمان بشكل كبير جدا بعد الهدف، الوعي ومسانده اللعيبه كان ليه اثر ايجابي كبير جدا. بشكر اللعيبه لان انا بقول مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا، ويمكن احنا كانت مراحل سواء المشوار المحلي وحسم بطوله الدوري العام، وبعدين كان اصرارنا ان احنا نتاهل النهارده. فبشكر اللعيبه، بشكر الاجهزه الموجوده معايا، بشكر اداره النادي، والحمد لله بقى نبتدي نبص بقى الخطوه الجايه وبكاس مصر، وان شاء الله خير باذن الله. هتدي فتره راحه كابتن حسام ولا برضه الدنيا مضغوطه؟ مفيش راحه خالص، هو في راحه ايه؟ يعني مش عاوزك تفتحني في الموضوع ده، مفيش راحه خالص. نفسنا طبعا يبقى في راحه، لكن مفيش، لكن هبتدي نبص اللي جاي. لكن اكيد بقول النهارده، خلينا نتكلم في النهارده، نقول الحمد لله، بشكر اللعيبه تاني، مرحله كانت مهمه جدا، وان شاء الله نحضر نفسنا اللي جاي باذن الله. الله يبارك فيك. كل الشكر طبعا لكابتن حسام البدري المدير الفني، نجوم فريق النادي الاهلي، تاهل عن جداره لدور الثمانيه في البطوله الافريقيه. كل التوفيق من جديد لفريق النادي الاهلي، واكيد مباريات الدوري، مباريات الكاس، مباريات بطوله افريقيه اللي جايه، بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. وسيبكم كل المشاهدين متابعي قناه الاهلي مع مغادره اتوبيس فريق النادي الاهلي هنا من استاد برج العرب.